بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة. سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الثاني في الرياضيات لسنة الثانية ثانوي رقم 5، حيث يقول: عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي الذي يأخذ القيم. ماذا القيم اللي هي 2 و4؟ بحيث يكون أمله الرياضيات يساوي كم؟ 3.5. إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. إذا ننطلق أبنائي في الإجابة على هذا السؤال الذي قال: عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي الذي يأخذ القيم. ما هي القيم التي يأخذها هذا المتغير العشوائي؟ هي 2 و4، بحيث يكون أمله الرياضيات يساوي 3.5. إذا ركزوا هنا، نقول: تعيين قانون الاحتمال للمتغير ماذا؟ العشوائي في هذه الحالة. ركزوا هنا أبنائي، لاحظوا كيف نقول نعتبر، هكذا نعتبر الجدول، لاحظوا جيدا، يعني نعتبر الجدول التالي. لاحظوا ما هو الجدول الذي نعتبره، ها هو الجدول. إذا عندنا هذا الجدول، ماذا يمكن أن نضع فيه؟ نضع فيه XE و P لX، بحيث X يساوينا X ماذا؟ إكس إي، هكذا. إذا قلنا هنا، لاحظوا عندنا قيم هذا المتغير العشوائي إكس، قال ما هي؟ هي 2 و4. لكن ما هو احتمال لما يكون 2 نعتبره أ، وماذا لما يكون إكس يساوي 4؟ ما هو احتماله؟ هو بي، حيث ماذا؟ حيث الأ يكون محصور ما بين الواحد والصفر، وكذلك البي محصور ما بين الواحد والصفر، لأن الاحتمال محصور بين الواحد والصفر. لاحظوا جيدا، تقول القاعدة أن مجموع الاحتمالات للمتغير العشوائي كم يساوي؟ يساوي لنا 1، معناه أن أ زائد بي يساوي 1. قال وكذلك أعطي لنا الأمر الآخر، قال: وأمله الرياضية يساوي لنا 3.5. الأمل الرياضية الذي هو ماذا؟ الذي هو أ لي إكس، هكذا أ لي إكس ماذا يساوي كقانون؟ يساوي أن هذا في هذا زائد هذا في هذا، هذا هو الأمل الرياضي اللي هو 2، أو الأمل الرياضية 2 في أ زائد 4 في ب يساوي أن كم؟ يساوي أن الأمل الرياضي، الأمل الرياضية ها وكم؟ إنه 3.5. ها قد تحصلنا على ماذا؟ على أ زائد ب يساوي لنا 1، واثنان أ زائد 4 ب يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 3.5. معناه تحصلنا على جملة معادلة. لاحظوا كيف ذلك، ها هي الجملة الأولى أن مجموع الاحتمال الأول زائد الثاني يساوي 1، والأمل الرياضية يساوي لنا هذا في هذا زائد هذا في ذا، ويساوي لنا القيمة التي أعطيت لنا. إذا وجدنا الأ والب فذلك هو الجواب. كيف ذلك؟ ما رأيكم أن نضرب هذه المعادلة الأولى، نضربها في ناقص 2؟ لو نضربها في ناقص 2 لنتخلص من الأ، فأصبح لنا ناقص 2 أ ناقص 2 ب يساوي كم؟ يساوي ناقص 2. الآن ما رأيكم أن نجمع هذا مع هذا بالجمع؟ ماذا يحدث يا أبنائي؟ أكيد أن هذا وهذا قد يذهبان، وأصبح لنا 4 ب ناقص 2 ب اللي هي 2 ب يساوي 3.5 ناقص 2 اللي هو 1.5، ومنه ب يصبح ماذا يساوي؟ يساوي لنا 1.5 على 2. 1.5 على 2 يمكن أن مثلا، لاحظوا جيدا، يمكن الآن أن نضرب مثلا هنا في ماذا؟ نضرب مثلا في 10، وهنا مثلا نضرب في ماذا؟ في 10. ففي البسط ماذا تصبح؟ تصبح لنا 15، وفي المقام تصبح لنا 20. نقسم من هنا على 5 ونقسم هنا على 5، في البسط تصبح لنا 3، وفي المقام تصبح لنا 4. إذن ظهر أن ب كم وجدناه؟ وجدناه 3/4 فقط أبنائي. يبقى لنا الأ، ما رأيكم أن نأتي بهذه القيمة ونعوضها في هذا الموضع، فماذا ينتج لنا؟ لاحظوا تصبح لنا أ زائد ماذا؟ زائد 3/4 يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 1. ننقل هذا إلى هنا، يصبح لنا أ يساوي لنا 1 ناقص 3/4، ومنه أ يصبح لنا 1 المقام اللي هو 4. إذا هنا نضرب هنا في 4 ونضرب هنا في 4، فتصبح لنا 4 ناقص 3، ومنه يصبح لنا أ كم يساوي يا أبنائي؟ يساوي لنا 1/4. حيث إذا جمعنا الأ، جمعنا
البي مع الأ، قلنا كم نجد؟ نجد واحد. يمكن الآن بما أن طلب هذا قال ماذا؟ قال القانون الاحتمال، فيمكن الآن أن نلخص هذا الأمر في الجدول. نقول هكذا، نقول وعليه ماذا؟ وعليه قانون احتمال ماذا؟ احتمال على ماذا؟ على المجموعة أوميغا مدون في الجدول الآتي أو التالي. لاحظوا جيدا، الجدول هو أنه عندنا هنا، ركزوا، عندنا إكس إي وبي لإكس، بحيث إكس يساوي إكس إي. إذن عندنا 2 مع 4، وعندنا القيم التي وجدناها اللي هي وجدنا 1 على 4 لمن؟ للأ احتماله، والأربعة احتماله ماذا؟ هو 3 على 4، حيث إذا جمعنا هذا وهذا كم نجد؟ نجد 1 فقط أبنائي. أرجو قد فهمتم يا أبنائي كيف قمنا بملء هذا الجدول بطريقة جد بسيطة. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحم الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.